يرفعوا في هذا المؤتمر استقلالية النقابة شعاراً، وهو ليس خياراً اعتباطياً، بل هو اختيار مدروس يختزل معركة انطلقت يوم 13 جان في 2008 تاريخ الانتقال هيكلياً من جمعية إلى نقابة، ودفع أحرار الصحافة الثمن غالياً من أجل استقلالية النقابة ومن أجل فك الارتباط بين ما هو سياسي وما هو إعلامي. هذه الأسرة التي ناضلت من أجل استقلالية النقابة، واستقلالية النقابة هي الضمانة الأساسية لحرية المهنة، لحرية الإعلام، وحرية الإعلام هي الركيزة الأساسية لإرساء الديمقراطية، وهي الضمانة الأساسية لاحترام حقوق الإنسان. سنبقى في المجتمع المدني وفي الرابطة متضامنين مع الصحافيين في نصرة العدل، في نصرة الحرية، في نصرة الحق والمساواة. مش مشاكل بالتنظيم، مش هذيك الجلسة الافتتاحية الأولى متاع الضياف وكذا، توا باش نرجعوا للجلسة الثانية اللي شكونوا فيها المؤتمرين والمحاضرين، باش نبداو بنقاش الأهم الزاكس الكبار المطروحين على الساحة العالمية مش على النقابة بركة، بعد التقرير الأدبي والتقرير المالي استمتلاوته، فلا مع انتخاب مكتب المؤتمر اليوم يتم تسليم الخلاصات في شكل، لأنه معناها حبينا التنظيم الدخول قاعة المؤتمر باش نتجنبوا دخول معناها ناس ما همش صحفيين ولا ناس مش مؤتمرين، مرحبا بهم في الجلسة الأولى، لكن المؤتمر والخوض في شؤون المؤتمر هو للمؤتمرين ولمنخرطين النقابة، لذلك يكون معناها تسلم بطاقات الانخراط اليوم هنا بشكل بطاقات تخليك تدخل تشوفه معناها بادج فيها معناها علامة مميزة اللي هي ما تنجمش معناها تدلس أو تتبع، لأنه يعني نحبوا الشأن الصحفي يقعد عند الصحفيين. فماش حاجة ما حدلش. بالنسبة للقائمة النهائية بتاع الانخراطات اللي تم تعليقها في مقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كلها موجودة. بالنسبة للزملاء اللي ما تحصلوش على انخراطات او خذاو عضو منتسب، كانت فما اجال مفتوحه للطعن في معناها عدم حصولهم على انخراط، والاجال هذه تم التمديد فيها مره واثنين، وكنا اعلمنا بذلك في النقابه وعبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسائل الاعلام، فهمتني؟ فانه اليوم تنجم تجي انت تطعن قدام في مكتب لرئاسه المؤتمر تطالب معناها بحق، لكن بالنسبه ل أجيال الطعون راهي معناها تسكر وتعدد وتم إعادة تمجيد فيها، والطعون اللي جاتنا نظرنا فيها وصحت بعض الوضعيات انطلاقا من الطعون اللي تعمل، لكن اليوم ما زلت نجم اللي راه انه المكتب التنفيذي المتخلي تعسف له على حقه في الانخراط، والا الاسباب اللي قدمها له ما اقنعتوش ينجم يجي بيان سور اليوم الرئاسة المؤتمر اللي باش يتم انتخابها بعد شويه ويطرح عليهم الاشكاليه وفما حتى مشكله. شوف ما نحبش نقول نجحنا ولا نجحناش، خلي الصحفيين يحكموا اذا كان المكتب هذا نجح ولا لا. بالنسبه للي اللي سميتها انت تفجيرات، انا خلينا نكونوا مبدئيين، الانسان المبدئي اذا كان شاف فما خلل راهو وقت اللي يشوف الخلل هذاك يعلن عليه وقتها، مش تسكت على الحاجه اللي انت شفت تعتبرها خلل ثم تجي لي في المؤتمر وتخرجها، معناها هنا فما نيه سيئه فما نيه انتخابيه معناها في الحكايه. احنا مع المصارحه ومع كشف الحقائق الكل، وحاجه باهي انه تصير حاجات هذيك قبل المؤتمر، باش يجيو الصحفيين اليوم ويطالبوا يقولوا فلان هذا قال هكا وفلان كتب، خلينا نصارحوا الناس، خلينا نشوفوا شكون اللي يحب يدلس، شكون اللي يحب يتعصب على القانون، وشكون اللي وقت اللي المكتب التنفيذي ما يجملش ويكون مبدئي وقتها يحاول باش يعمل تفجيرات يحاول باش يحل مشاكل. مشكله المكتب التنفيذي هذا انه كان مبدئي ويطبق في القانون، ما حبش يجامل، ما حبش يعطي امتيازات حتى الناس من وسط المكتب التنفيذي، فهمتني؟ فاذا كان انت تمسك تطبيق القانون وتكون مبدئي للاخر وما تعملش معناها استثناءات ومجاملات باش يصير فيك هكا مرحبا. واحنا انا قلت لك انا مع المصارحه ومع كشف الحقيقه الكل، وان شاء الله الناس اللي تكلمت معناها خارج الاطار بتاع المؤتمر ان شاء الله تكون عندها نفس الشجاعه وتجي تطرح الكلام هذا، واحنا نحبوا اليوم الصحفيين يعرفوا كل شيء، شكون معناها عمل وخدم بارك الله فيه، وشكون اللي ما خدمش، وشكون اللي فركس على المشاكل، وشكون اللي عمل في حملات انتخابيه منذ من غدوه بتاع المؤتمر اللي فات في 2011 معناها. هو مش بين زوز قائمات، بين توجهات، لانه احنا عندنا زوز قائمات، معنا زاد مترشحين اخرين فرادى وعندهم حظوظهم
وزملاء محترمين وعندهم وجهة نظر، ولكن فما نقول أنا تعبيرات، فما معني تعبير في الحماس والنوايا الطيبة والأمان، فما تعبير التجربة والنزاهة. احنا نعتقد اليوم اللي نقابة الصحفيين تجي في وضع في سياق وطني صحيح، في سياق وطني اللي حرية الصحافة مهددة ومهددة أكثر من الماضي. الهامش اللي أتحته ثورة لحرية الصحافة قادر أن يغلق في أي لحظة. التهديدات لم تعد فقط من جهة الحكومة، اللوبيات المالية، المال الفاسد يترصد بالأعلام، الأحزاب السياسية تترصد بالأعلام. وأنا راني ما صدقش برشا الأحزاب السياسية وقت تكون في المعارضة تعطي يعني خطاب جيد، فقط بمجرد أن تندخل السلطة تخرج لنا أنيابها وظافرها. إذن أنه في اعتقادي عقبات كبيرة ومشاكل كبيرة تواجه حرية الإعلام، وضع الصحفيين في مؤسسات الإعلام اللي هو وضع هش، وضع غير إنساني بالمرة. يعتقادي أنه يلزم مكتبة قوية قادر أن يحط الأمانة على أرض الواقع ويحققها، وأنه لا يكتفي فقط بالنوايا الطيبة. والله إن شاء الله نتمنى أن يكون مؤتمر لوحدة المهنة، إن شاء الله نكون مؤتمر يلم الصحفيين الكل تحت سقف واحد، هي نقابة وطنية الصحفيين التونسيين. يعني إذا الصحفيين معناتها ما وصلوش يجيروا خلافاتهم، ما تستناش منهم باش يجيروا خلافات صايرة في البلاد. يعني لحد الآن تبارك الله تنظيم محكم، الناس كل سلم على بعضها، فما نقاش إيجابي جدا، ثم نقد، ثم شوية كتنسيو باش ما نكونوش طوبويين برشا. إلى حد الآن بوادر إيجابية والحظ أوفر للي يربح إن شاء الله. قائمة اسمها قائمة وحدة الصف الصحفي، وباش نربط بكلام اللي كنت نحكي فيه كونه نحبوا نوحد الصفوف الكل، نحبوا نوحد الصحفيين تحت سقف واحد اسمه مهنة الصحافة. برنامج القائمة هذه فيه تقريبا 12 بند، فيها البعد نوعا ما الاستراتيجي أموين تاغم مش ألون تاغم، وفيها البعد معناتها اللي هو اليومي والحاني والتو بالضبط اللي يمس الوضعية الهشة للصحفيين. أنا صحف في مطرود من راديو كلمة، إنسان قائمة رد الاعتبار واستقلالية المهنة لعدة اعتبارات. الاعتبار الأول أنه فما اليوم رهان متاع استقلالية في علاقة بالأحزاب السياسية، واستقلالية أيضا في علاقة بالهياكل الأخرى متاع المهنة. فما الرهان هذا، فما زاد رهان متاع رهانات أخرى اللي هي بالأساس يعني اجتماعية، هشاشة الوضع الاقتصادي بشكل عام والوضع التشغيلي في علاقة بالصحفيين، مشاكل الصحفيين الشبان، والمشاكل اللي عايش فيها القطاع الكل. بالنسبة لي نحن إلي طون أنا نجربوا الشباب عمل على ما أعتقد عمل ثورة، إلي لومومون أنه الشباب ياخو ما يوقعوا في القرار، أنه الشباب ميكونش مجرد ورقة انتخابية للضغط ولا تحريك الملفات. اليوم إليه المومون أنه الشباب يكون طلائعي في كل المنظمات وفي كل النقابات. القائمة اللي نسندها أنا هي بالأساس قائمة شبابية. كي نقول قائمة شبابية مانيش يعني هذا لا يعني بالضرورة أنه فما صراع متاع أجيال، ما فما صراع متاع أجيال، لكن اليوم أعتقدوا اللي الشباب من حقه أنه يكون ممثل، يكون ممثل بشكل عادل. الشباب أغلبية في القطاع، نوك من حقه أنه يكون ممثل بشكل عادل وبشكل يخلي قرر. أنا تحفظاتي في علاقة بالمكتب متخلي أنه أحيانا كان يغلب بالجانب السياسي على الجانب النقابي. زملاء لكل زملاء، ما فماش زملاء من صنف واحد وزملاء من صنف اثنين، زملاء اللي يخدموا في الزيتونه والزملاء اللي يخدموا في الحوار والزملاء اللي يخدموا في نسمه كلهم زملاء. وقت اللي زميل يعيش مشكل المفروض انه نقابه تقف معه بغض النظر على الخلفيه السياسيه نتاع المشكل. هذا للاسف ما لناهوش ديما، لان في بعض الاحيان تسييس، ولينا يعني بعض التحفظ او الخجل في الدفاع على بعض الزملاء اللي هما قد يكونوا محسوبين على النهضه ولا قد يكونوا محسوبين على اطراف سياسيه اخرى. هذا المفروض انه ينتهي ان شاء الله. المؤتمر هذا يضع حد نهائي للممارسات هذه في علاقه بالمكتب القديم. اتمنى انه القائمه اللي باش تطلع ايا كانت، يعني قائمه السيده ولا غير قائمه السيده، تكون قائمه ملتزمه بالحياد وملتزمه سورتو بالدفاع عن الصحفيين
ايا كانت يعني المؤسسه اللي تحتضن. القائمه نتاع السيده فيها وجوه على ما اعتقد ما عملش السياسه، على ما اعتقد في حتى نهار بوندون كارير نتاعها، فيها وجوه من كل اذاعات، من كل تقريبا ما نقولش من كل اذاعات، لكن فيها وجوه تمثل يعني اغلبيه القطاعات، التلفز، الاذاعات الخاصه، اذاعات العموميه، الديار الكبيره، فهمتني؟ دونك ما نتصورش انه هذم كل يعني نقابي راديكاليين ولا مش نقابي راديكاليين. بالطبيعه هذا يدخل في اطار دعايه والدعايه المضاده، وخليني نكون واضح اكثر، في اطار يعني تخويف كل الفزعات نتاع التسييس اللي خرجوا فيها مش في وقتها. بكل نقابي راديكاليين مش حزب سياسي، طرف نقابي، وحتى ان صح انه سيده قريبه ولا بعيده على الطرف هذا، يعني ما مراش وين المشكله. ما اعتقدش اللي فما صحافي ما عندوش انتماء ولا ما عندوش على الاقل قرب الجهه ولا الجهه اخرى.